السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وسمحت يا شيخنا، هل يجوز وأنا بطلع صدقة لنفسي أطلع النية اللي أنا بطلع لنفسي وأمر بالنية ديت لأبويا وأمي المتوفيين، هل يجوز؟ لا، ما هو الآن لازم تحددي هل هي لمن؟ عنك أو عن أمك وأبيك أو عنكم الثلاثة؟ أنا سمعت الشيخ وهو بيقول يجوز أن أنت الكلام تطلع الصدقة عن نفسك وتدخلها أبوك وأمك المتوفين في قلب الصدقة. يعني مثلا عفوا، أنت معك 30 جنيه، إذا أخرجتها كلها عنك هتاخد أجر 30، أدخلتها أنت وأمك وأبيك لك أجر 10، ولأمك أجر 10، ولأبيك أجر 10. ولا مثل اللي خرجت 90 جنيه؟ لا طبعا. السلام عليكم.